خلينا بقى يا كريم نروح للخبر اللي كنا من فترات او على فترات كنا عمالين نتكلم ونقول هو ده هيتحقق ولا لا، هو احنا هنشهد هذا اليوم ولا لا. وناس كتير وصحف كمان عالميه كانت بتتحدث هو اليوم ده هيبقى شكله عامل ازاي لما يجي. امبارح شفنا خلاص على ارض الواقع وداع جمهور ميلان في مباراه الجوله الاخيره بالدوري الايطالي للنجم الكبير ابراهيموفيتش. طبعا جه اليوم، فاكر لما انت كنت عمال تقول هو فعلا هيعتزل في يوم من الايام؟ طبعا هو من اللعيبه الكبيره والتقيله والمحترفه والعنيده جدا واللي عندها ايجو كبير جدا، بس رغم كل ده الناس بتحبه جدا. وهو يعني كان من اللعيبه اللي مش متوقع ابدا ولا تقدر تخمن هو هيعتزل في سن كام. يعني ابراهيموفيتش دلوقتي 42 سنه. مين كمان؟ 42 سنه. فالقرار جه منه، وبالمناسبه هو كان كتب كده الوقت قد حان لاقول وداعا. هو اعلن اعتزاله، وطبعا ده كان بتاثير كبير جدا. كان فيه هتاف جماهيري عظيم من ميلان في المدرجات، كان موجود مع مراته، كان موجود معاهم ابنهم. والموقف بتاعه برضو الناس بتقول لك طب ماذا بعد؟ لان خلي بالك من حاجه كريم، ابراهيموفيتش كان من اللعيبه اللي حتى كان بيدلي بتصريحات بهذا الشكل، يقول لك انا خايف اعتزل لاني لا اعلم الخطوه التاليه او القادمه بعد الاعتزال. يعني هو كان دايما باصص لقدام، قال لك انا بعد ما اعتزل هروح فين، هعمل ايه، حياتي هتبقى شكلها ايه. فهو كان خايف او قلقان دايما من هذه النقطه. وده بقى اللي انا هتكلم فيه في اللي جاي، لان وفقا للتقارير الصحفيه اللي انتشرت في اخر 48 ساعه قال ايه، قال لك في اتجاهين. خلاص الاتجاه الاول عرض من مسؤولي ميلان ان ابراهيموفيتش يعتزل ويمسك منصب داخل النادي، سواء بيتكلموا في الاداره الفنيه او في التدريب مع فريق الشباب او العمل مع مالديني طبعا في الاداره الرياضيه. ده اتجاه اول. طيب الاتجاه الثاني ايه هو؟ هو عرض نادي مونزا اللي بيشارك في الدوري الايطالي للموسم التالي على التوالي، اللي بيضم طبعا ابراهيموفيتش لمده موسم، وده بطلب من مالك النادي بيرلسكوني، وده طبعا الرئيس التاريخي زي ما حضراتكم عارفين للميلان لمده 30 سنه، وهو اللي كان يعني اتعاقد مع ابراهيموفيتش سنه 2010 يا كريم، وكان سبب في فوز الميلان بالدوري وقت ما كان بيرلسكوني رئيس وزراء ايطاليا. فهنا بقى هنقول انا عرضت لحضراتكم التو اوبشنز، يا يروح مع فريق مونزا ويكمل موسم، يا يروح مع ميلان ويمسك يعني منصب اداري او في يعني التدريب. فايه اللي هيحصل قدام لسه ما نعرفش، ايه اللي هيحصل قدام اكيد لسه ما نعرفش، لكن اكيد الملايين منتظرين القرار اللي هيتاخذه ابراهيموفيتش، علشان اسم كبير زي ما كنت بقول لحضراتكم، هيكمل في الكوره موسم كمان ولا هنشوفه بقميص مونزا يعني في تحدي تاني هنا، عفوا ونشوفه بقميص مونزا في تحدي تاني الموسم ال 24. فهيتم حسم هذا الموضوع يا كريم اكيد في الفتره اللي جايه. ولا نشوفه كمدير فني؟ بصي يعني اكيد ما هو مدير فني او يعني في الاداره او هيكمل سيزون مع مونزا. هي دي طالما خد الخطوه بتاعت الاعتزال اكيد هو مفكر فيها 100 مره، واكيد عارف كويس خطوته الثانيه هتكون ايه، حتى لو ده غير معلن حتى هذه اللحظه. لكن الحاجه بالزبط الاكيده ان احنا بنتكلم عن لاعب استثنائي بكل ما تحمله الكلمه من معنى، كاداء وككاريزما وكخصوصيه شديده جدا وكنوع تعليقات وتصرفات واعتزاز بالنفس فظيع. هو فظيع، لعيب جدا الحقيقه، وشخصيه كاريزماتيه الى اقصى الدرجات. طبعا طول عمره موصوم بحته الغرور، ولكن ده جزء لا يتجزا من تركيبته الشخصيه، وعلى فكره ده جزء كبير من جماهيريته اللي هو يعني حصل عليها على مستوى العالم كله. اكيد بنتمنى له التوفيق.